بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الخصم صعب تتوقع ايش يبغى. بس نختار الحفار. عنده تنين النار مشكلة. رامي السهام ونختار مثلا الفارس. ايوه خذ لي كرة النار عشان رامي السهام. يا ساتر هذا انا خوفي انه تنين النار طبعا ما له حل. طبعا هي هذه الحركة اللي خايف منها ما لها حل. طبعا ما رح يكون لها حل. هذه والله المصيبة والله. هذه والله المصيبة والله. عنده تنين النار مشكلة. عنده ال كرة النار تخريب لرامي السهام. طبعا وهذه الحركة فيها كثير من الخبث. فيها الكثير من الخبث من البسكوت بعد. يا ستار شوف كيف ما في اي امكانية يعني ضد تنين النار زي كذا. والله ما عندي اي شيء يعني. مستحيل مستحيل. تبلع زلط من جد. شوف 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 حركات بال هذا والله. الغولم الثلجي ذا ذبحني فيه والله والله ذبحني فيه. وجع الله ياخذه. اقسم بالله قرف والله قرف والله والله قرف. يجمع لك كذا الاشياء المقرفه مع بعض وانت ما عندك يعني ما في يعني تنين النار بالذات ما في سحر. مشكله تنين النار سبب لي ازمه صراحه. اخي اقسم بالله لعبه صايره مقرفه والله والله لعبه صايره مقرفه. والله العظيم لعبة مرة صايرة كذا ما تنطاق أبد والله ما تنطاق. صعب صعب تكمل صعب تكمل بهذه اللعبة صراحة بهذا الأسلوب. حتى السحب صار أسوأ. ما أعرف صار أسوأ من كنت أقول يمكن يصير يعني في عدالة نوعا ما. ما حد يختار التشكيلات مثلا كل شوي تشوف تشكيلات معينة. تشكيلات المتا تشكيلات التخريب تشكيلات المحترفين. لا طلع الوضع أسوأ كل شوي. نجيك كذا تشكيلات ما لها حل مثلا. يعني بيختار المينيونز مثلا ولا يختار ما تدري يعني. أشوفه كيف يعني ايش نختار.
انا مثلا الحين ايش اختار؟ مقبره اختار مقبره مثلا ما ادري اذا اختار مجندين فعليه العوض ومنه العوض. طيب يختار سبلات ذا، انا اختار كوخ غيلان مثلا. اذا اختار الزلزال بتكون كارثه، ولا ايش اسمه ذا امير ظلام. يلا 4.4 نخليها كذا خفيفه شوي. عندك هو مبنيين، ايوه والله كنت حاس. طبعا اللعبه ذي ما فيها يعني ما حد غبي لهذه الدرجه يعني ما راح. الله يعين. صعق ليفل 9 نسينا هذا الكلام. يا الله والله قهار، والله قهر، نسيت اني ما طورت الصراعه. فعليك ان تتذكر يعني ايش انت مطور. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعذب ذالكري بعدين نديله مقبره. ول 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 ما توقعت يمسح الفالكري بهذه السهولة يعني. حول ولا قوة إلا بالله. ابلع تخريب الآن. منطاد ما عنده أي شيء يصده. الصواعق معليش نسيت أنا أنه ليفل 9 فجالس أعتمد على قضية خاسرة، على بطايق خاسرة بهذه المباراة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذا التخريب اللي تخاف منه؟ زلزال. فشيء يقهر والله، يعني يصير مع كل هذه الأمور. ولا في أسهم، يعني تعتمد على الأسهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس اختياري للعب السوم بهذه الجهة بعد غلط. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العلي العظيم. مستحيل. ما تدري وش ممكن ينفع. ما تعرف. مستحيل كمية الضيم. منطاد ما له حل. منطاد هجم وما قدر أي شيء يصده. وخلاص وقفل يعني تقريبا. مستحيل يعني كمية خسائر، كمية أشياء مستحيلة يعني. ما تدري والله العظيم. تعسب الغبنة والقهر هذا. شوف كيف هذا وصل ما شاء الله البطل الملكي. تحس بالغبنة والقهر وانه يعني يعني ممكن يعني كنا احسن بدون السحب يعني ما ادري. يا الله برج نار مثلا الان وش تسوي؟ تختار برق وبيكا مثلا؟ ما تدري. اذا اختار بيكا نختار برق عشان برج النار. ما ادري اختار سم. يا ساتر اختار ملك الهياكل عشان برج
برج النار، نختار مدق معركة، نختار هذا منطاد الهيكل عشان برج النار. ما أعرف برج النار هذا بيحدد لي مثلا نوعية المعركة. المشكلة أنه لازم تعرف وش أنت مطور. صواعق خلاص كنسل. سم. نختار ملك هياكل مثلا، برميل غيلان مثلا، ما ادري، كله عشان نتجاوز برج النار اكيد. شوف الكلب، يا الله. طيب اكيد على كذا رامي سهام وصاروخ خلاص كذا خربانة والله. مدام كذا وضعك الغول ملك سير ما له حل بتشكيلتي. سوي كذا تهويش من البداية. هذا اللي محسب نحسابه ولين هذا ما له حل صراحة كذا. غيلان وكذا والله زبطها صراحة. خدعني كذا مع هالفالكري ويقدر يطقطق علي بكل بهالأسلوب ذا. والله يلعن أبو الحالة يا شيخ، يلعن أبو القرف يا شيخ، يلعن أبو اللعبة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عنده فالكري طبعا. الله يلعنك يا شيخ، الله يوفقه، الله يلعنه. بس اقسم بالله قرفني 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 من بداية المباراة. وش تسوي انت الحين مثلا؟ وش تسوي؟ ايش ممكن تسوي؟ ولا شيء، مش ممكن. والله قرف، والله قرف يا اخي، والله العظيم لعبة قرف صايرة بزيادة كذا. تو ماتش والله تو ماتش. يعني احنا بالقرف يا شيخ. كلها نفس البطايق تقريبا يعني بدرجة أو أخرى. أخي والله العظيم قرف اللي تو. مستحيل. كلها غيلان وكذا وما في أسهم، ما كان في أسهم. واللعبة الزق. يا بختار فالكري واخترت النطاد. يا الله بس. هذه المباراة تنفع تأخذ فارسات لأنه ما في كرة نار. المفروض أخذ فارسات إذا كنت أبغى أصير ذكي. المفروض أخذ فارسات الآن. طيب المفروض كذا، أو يمكن يختار الفلن، الله أعلم. حلو لقوت اللي بيختار الباولر. ما أدري هو كل هذه الحسابات عشان المنطاد. ممكن استفيد انا من هذا كميه القلق اللي عنده، انه يعني قلقان كثير انه منطاد. ما ادري نختار. شوف كيف الكلب، ما ادري اخربها عليه واختار عملاق كهربائي. انا عندي اصلا مشكله بانه الاكسير 5. نسوي زي كذا 4.8. برميل غيلان ما ينفع لانه عنده جذع. ايوه هذا القلق، عنده جذع. اختار صواعق مثلا، اختار صواعق 4.7.
نختار نفخسهم مثلا مينيونز عشان نخف التشكيلة من زمان مخد. ما أدري الصراحة، في أشياء كثير ما تدري. حتى صورة جذع. الكلاب ما يبدون. أوكي بدأ أخيرا. روعة 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 روعة. كفو والله، كفو يا السلام عليك يا مطحس، كفو والله. حط الفارس هات بنفس الجهة لأنه ما عنده كرة نار. عادي أصلا عادي. الله يخرب بيته، إيش سوى ذا؟ ايش سوى؟ مذهل والله. ايش سوى ذا الشايب؟ ايش سوى الناسك؟ معقولة جلد كل الفارسات الثلاثة؟ ما اشوف انه قاعد يسوي الضرب يعني عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ادري ايش سوى صراحة. هذا غريب، اغرب بطاقة يعني. انا ليش اخترت الصواب؟ ثاني مرة، ثالث مرة اختار الصواعق وأغلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الناسك إيش قاعد يسوي؟ أنا بعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف 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 شوف، يضرب بكل الجهات وقاعد يضرب البورج وقاعد يضرب. ساتر، أنا ما أعرف للحين كيف قدر يقتل الفارسات. استغفر الله. بس كمية القهر، لا لا لا، الله يلعنهم شكلك، الله لا يوفقهم، بس الله يلعنهم بس. يلعبوا هاللعبة بس، ما من جد يعني. كاد مهما تحاول مهما تسوي كذا يجيك التخريب. جايك والله يعني. تمام شوف هذا كيف قتل الفارسات بهالبساطة ذي، والله استفزاز اقسم بالله. بطاقة الناس كذا مجنون يعني، مو بطبيعي والله، والله العظيم مو بطبيعي صراحة. كمية ظلم موجودة بهذه البطاقة غير طبيعية. 4 اكسير وكذا، والله العظيم اكثر بطاقة الحين صرت اكرهه. يعني شوف كيف قاعد يضرب البرج وقاعد يضرب البطايا الفارسات وقاعد يضرب كل شيء. غير طبيعي والله، والله غير طبيعي. والله قهار والله، حسبنا الله ونعم الوكيل. من جد قهار والله، من جد قهار، من جد من جد قهار. هذا الناس كذا أزفت ما يكون، أزفت مخلوق. هذا والله العظيم إنه أزفت واحد يا أخي. قسم بالله بطايق تخرب اللعبة والله، والله العظيم بطايق تخرب اللعبة يا أخي. أقسم بالله والله العظيم دمروا معنوياتي خلاص. كنت مبسوط. شوف كيف الخصوم كلهم يأخذون برج نار تسلا. حتى هنا الحين صرت أشوف
ابراج النار وتسلا اكثر من قبل، اكثر من الموسم الماضي بسبته. قلت انا بفتك منها وصار الحين أسوأ. حول ولا قوة الا بالله، تخريب والله، والله تخريب.